السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مدرسة على الهواء. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هتبقى حلقة مراجعة على الدرس الأول من الوحدة الأولى بالنسبة للترم الثاني للصف الثاني الثانوي. واحنا طبعا عارفين ان الصف الثاني الثانوي هيكون بالنظام القديم زي ما هو وما فيهوش تغيير، وبيكون امتحاناته امتحانات شهريه. وطبعا كل شهر بيبقى فيه امتحان، وطبعا المنهج بتاعنا احنا عارفين الترم او الفصل الدراسي الثاني هو عباره عن وحدتين، الوحده كل وحده بتتكون من عده دروس، وان شاء الله النهارده هنعمل مراجعه يعتبر على شهر اثنين بحيث ان احنا نبقى جاهزين ان شاء الله لامتحان الشهر. هنشوف مع بعض كده الدرس الأول بتاعنا، هو بيتكلم عن ماهية التنمية الاقتصادية. طيب نشوف مع بعض كده حبايبي، لو احنا بصينا على الشكل اللي قدامنا كده هنبص نلاقي بيقول لك ما الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. يعني ايه كلمة النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية؟ هو في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها يا ولاد، ان احنا عندنا دلوقتي التنمية الاقتصادية دي عنوان او موضوع الوحدة او الدرس بتاعنا. طيب ماهية التنمية الاقتصادية يعني ايه؟ يعني احنا درسنا او منهجنا او الوحدة او الدرس كله بيتكلم عن التنمية الاقتصادية، يعني التنمية اللي تعتبر هي محرك الاقتصاد في اي دولة. فطبعا دي حاجة مهمة جدا. طيب انا عندي مصطلحين يتكاد يتقاربوا مع بعض او يبقوا شبه بعض خالص، اما اقول نمو اقتصادي واقول التنمية الاقتصادية. طيب النمو الاقتصادي يعني هل هما نفس المعنى ولا في فرق بينهم؟ لا طبعا في فرق. اما اقول كلمة النمو الاقتصادي يعني المقصود بيها هو زيادة الناتج المحلي للدولة. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي ناتج محلي او مجموعة من المشروعات اللي بتقوم بيها الدولة، مجموعة من الايرادات اللي هتعود عليها من المشروعات دي المختلفة في جميع مجالات او قطاعات الدولة. فزيادة الناتج المحلي يعني زيادة الدخل القومي بالنسبة للدولة. طيب امال ايه هي التنمية الاقتصادية؟ لا التنمية الاقتصادية يا ولاد بتختلف تماما عن النمو الاقتصادي. على فكرة النمو الاقتصادي ده يعتبر ناتج من نواتج التنمية الاقتصادية. طيب يعني ايه برضو يا مس احنا ما عرفناش التنمية الاقتصادية دي عبارة عن ايه؟ التنمية الاقتصادية دي هي عبارة عن عملية متعددة الابعاد. يعني ايه؟ يعني بتحصل تغيرات عديدة جدا في القطاعات المختلفة في الدولة، سواء بقى الزراعية الصناعية التجارية، كل قطاعات الدولة بقى الاقتصادية والاجتماعية كل القطاعات. يبقى بتعمل عمليات تغيرات او احداث تغيرات جذرية في كل الهياكل الاقتصادية اللي موجودة في الدولة. طب وبس كده؟ لا ده بس مش بس كده، ده بينتج عنها ان يبقى عندي ايه؟ توزيع عادل للثروه وارتفاع في مستوى المعيشه. يبقى نعيد تاني كده نشوف الفرق بين الاثنين. اما اقول نمو اقتصادي احنا شيء طبيعي، انت لما تقول كلمه نمو معناها ايه؟ يعني زياده. يبقى انا بمنتهى البساطه احفظ او اعرف الفرق بين الاثنين، ان انا لما اقول كلمه نمو يعني زياده، زياده في اي شيء. انت لما بتكبر سنه بتبقى زدت في الايه؟ في العمر. بتزيد في الطول وهكذا، دي بنسميها زيادة. يبقى النمو هو زيادة، يبقى زيادة ناتج محلي فقط ده بنعتبرها نمو اقتصادي، وده ناتج من نواتج التنمية الاقتصادية. لكن لما أقول أعمل عمليات تغيرات جذرية في الهياكل الاقتصادية كلها اللي موجودة في الدولة، وأعمل توزيع عادل للثروة دي، أو توزيع أو أعمل عدالة اجتماعية في توزيع الثروة دي، يبقى أنا في الحالة دي بعمل تنمية اقتصادية. طب هيجي يقول لي سؤال كمان معانا يا حبايبي، لو بصينا بيقول لك قارن بين النمو الاقتصادي والتنميه الاقتصاديه، هو عاوز يعرف ان هل في فروق بقى؟ انت قلت لي الفرق في التعريف بين كل واحد والتاني. هل في فروق بين الاثنين بالنسبه للنمو الاقتصادي والتنميه الاقتصاديه؟ هنلاقي طبعا، ان زي ما قلنا ان هو زياده، النمو الاقتصادي ده زياده، بس زياده بايه؟ ها؟ بزياده كميه. احنا قلنا بقى زياده ايه؟ ها؟ بتزيد في الايه؟ في الناتج المحلي، يعني زياده في الدخل القومي، يعني زياده كميه. لكن بعكس التنمية الاقتصادية، التنمية الاقتصادية هتبقى زيادة ايه؟ ها؟ كمية ونوعية. يبقى التنمية الاقتصادية عبارة عن زيادة كمية وايه؟ ونوعية. معايا كده؟ يبقى النمو الاقتصادي دي زيادة ايه؟ كمية فقط. اما التنمية الاقتصادية فهي زيادة ايه؟ كمية ونوعية. تمام؟ طب في نقطة كمان لازم اقولها، انا عندي النمو الاقتصادي ده بيزيد الزيادة دي على المدى الايه؟ ها؟ القصير. يعني ايه على المدى القصير؟ يعني في فتره قليله جدا بيزيد، بنلاقي ايه؟ في زياده في الناتج المحلي نتيجه الايه؟ المشروعات المختلفه. لكن لما اجي ابص على التنميه الاقتصاديه لا بتاخد وقت اطول.
يعني ايه؟ يعني مدى طويل. يبقى مدى طويل عشان اقدر اقيس نواتج التنميه الاقتصاديه دي، واقدر اعرف هل التنميه الاقتصاديه دي جابت اثارها المرجوه او حققت اهدافها المرجوه ولا لا. لازم يكون على مدار فترات زمنيه طويله. يبقى تاني كده الخص لكم بمنتهى البساطه الفرق بين النمو الاقتصادي وبين التنميه الاقتصاديه. بص يا حبايبي، احنا قلنا النمو الاقتصادي زياده في الناتج المحلي، خلاص. التنميه الاقتصاديه عباره عن ايه؟ ها، تغيير في الهياكل الاقتصادية. طب وبالنسبة للنمو الاقتصادي، ها، تغيرات كمية. أما للتنمية الاقتصادية فهي تغيرات إيه؟ ها، كمية ونوعية. ليه كمية ونوعية؟ قلنا فيها زيادة وفيها كمان زيادة في الثروة، بس كمان فيها توزيع عادل للثروة، تمام. وفي كمان بالنسبة للنمو الاقتصادي هيبقى على المدى القصير، لكن التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. يبقى انا في الحاله دي قدرت ان انا اقول له كل جوانب الفروق بين النمو الاقتصادي والتنميه الاقتصاديه، تمام كده يا ولاد. يبقى لازم اكون حاطط في دماغي وعارف كويس جدا الدرس ده، الجزئيه دي يعتبر من اهم الاسئله اللي بتتسال في الدرس ده. ولازم اعرف ان النمو الاقتصادي ده عباره عن ايه؟ ناتج او احد نواتج العمليه الايه؟ التنميه الاقتصاديه. طيب نشوف مع بعض كده سؤال كمان هيساعدنا ان احنا نراجع مراجعه جيده على الدرس ده. نشوف مع بعض كده، بيقول لك ان عاوز منك ان انت تحدد خصائص التنميه الاقتصاديه. يعني ايه بقى خصائص؟ يعني ايه مميزاتها؟ يعني هل التنميه الاقتصاديه دي كده عادي، يعني ممكن نقول يعني اي حاجه ممكن نطلق عليها تنميه اقتصاديه؟ لا طبعا، ليها مجموعه من المميزات وتميزها عن غيرها. طب يا مس، هم خمس مميزات او خمس خصائص حاجات كتير وممكن ان انا من كترهم ما اتلخبط وما احفظهمش. لا، بمنتهى البساطه كده انا هحفظك تلت كلمات هتفكرك بالايه؟ بالخمس نقاط دولت على طول، وان شاء الله تجاوبهم بمنتهى البساطه. نشوف مع بعض كده هنقول ايه هي تلت كلمات يا مس. هنقول ان خصائصها هي موجهه ومجتمعيه وتحقق. معايا كده يا ولاد؟ يبقى انا هنقول ايه؟ ها، موجهه ومجتمعية وتحقق. طيب حلو قوي يا مس، انت قلت لي ثلاث كلمات بس انت قايله لي ان هي لها خمس خصائص. طيب موجهة، ها، يعني ايه كلمة موجهة؟ انت قلت لي يا مس احفظي ثلاث كلمات فقط، موجهة مجتمعية تحقق. موجهة مجتمعية ايه؟ تحقق. طيب موجهة، الموجهة يعني ايه؟ يعني انا بوجهها لتحقيق اهداف المجتمع. يبقى كلمة موجهة يعني أنا عاوزة أوجهها عشان أحقق أهداف المجتمع. ما أنا مش بعمل تنمية اقتصادية عشان المجتمع يتأخر ولا إن هو يتراجع، لا، ده أنا عاوزاه يتقدم ويحقق أهدافي في كل المجالات. يبقى أول هدف أو أول خاصية من خصائص التنمية الاقتصادية إنها تكون موجهة لتحقيق إيه؟ أهداف المجتمع. تاني حاجة، ها، أنت قلت يا مس، ها، فاكرين؟ أنا قلت موجهة ومجتمعية. كلمة مجتمعية من الاسم بتاعها كده، كلمة مجتمع يعني ايه؟ يعني بيشارك فيها جميع فئات المجتمع. يبقى انا عرفت دلوقتي موجهه انها عشان تحقق اهداف المجتمع. مجتمعيه عشان ايه؟ بيشارك فيها جميع فئات المجتمع. طب لما اقول بقى يا مس تحقق، تحقق دي بتضم ايه؟ ثلاث نقاط في بعض. وعشان كده لو هتشوف المجموع كله خصائص هتلاقي خمسه. كلمه تحقق، هتحقق ايه يا ولاد؟ أكيد هتحقق النمو، مش إحنا قلنا هيبقى فيه نمو اقتصادي، يعني فيه زيادة في الناتج المحلي، يبقى أكيد هتحقق نمو متواصل ومستمر. طيب، هتحقق كمان إيه يا أولاد؟ هتحقق التوازن بين قطاعات المجتمع، ما ينفعش إن أنا أهتم بقطاع على حساب قطاع آخر. يبقى هتحقق إيه يا أولاد؟ ها؟ إحنا قلنا أول حاجة النمو، تاني حاجة هتحقق التوازن بين قطاعات المجتمع، تالت حاجة هتحقق إيه كمان؟ العدالة الاجتماعية يا أولاد، ودي نقطة مهمة جدا. احساسي بان التنميه دي بتشمل جميع افراد المجتمع وان انا تم توزيع عادل للثروه، ده بيساعدني على ان انا بكون ايه؟ ها، مشارك ومنتمي لهذه الايه؟ التنميه، وببقى بساعد بكل جهدي. احساس جميع افراد المجتمع ان هم جزء من عمليه التنميه، ده بيساعد ان التنميه بتنجح وبتحقق اهدافها. يبقى تاني كده يا اولاد، لما اقول لك اسالك عن خصائص التنميه الاقتصاديه هنقول ثلاث كلمات احنا حفظناهم مع بعض دلوقتي. ايه هما الثلاث كلمات دول؟ ها، موجهه مجتمعيه تحقق. موجهه لجاي ايه؟ تحقيق اهداف المجتمع. مجتمعيه يعني بيشارك فيها فئات المجتمع المختلفه. وتحقق، بتحقق ثلاث حاجات: النمو الاقتصادي، وبتحقق التوازن بين
قطاعات المجتمع المختلفة، وبتحقق كمان توزيع عادل للثروة أو عدالة اجتماعية. نشوف مع بعض كده سؤال كمان يا ولاد، بيقول لك أذكر مقومات التنمية الاقتصادية. أذكر مقومات التنمية الاقتصادية يعني إيه بقى يا مستر؟ هي المقومات تختلف عن الخصائص؟ أذكر مقومات يعني غير ما يقول لي خصائص التنمية؟ خصائص يعني الحاجات اللي بتميز التنمية، لكن لما أقول لك أذكر مقومات يبقى في الحالة دي أنا بقول لك إيه المقومات اللي ممكن تساعد على قيام تنمية، يعني من غيرها ما أقدرش أقوم بعملية تنمية، يعني لازم الدولة دي هتتوفر فيها مجموعة من المقومات عشان تقدر تعمل تنمية. ما ينفعش أقول أي دولة من دول العالم عاوزة تعمل تنمية ما يتوفرش فيها مجموعة المقومات دي. طب إيه هي يا ترى المقومات دي؟ أنا عندي 3 مقومات مهمة جدا، والحمد لله رب العالمين إحنا بالنسبة لمصر إحنا من الدول اللي بتتوفر فيها هذه المقومات الثلاثة. هنشوف كده أول مقاوم مع بعضنا اللي هي المقومات الإيه؟ ها؟ أول حاجة الموارد الطبيعية. يعني إيه كلمة موارد طبيعية؟ أكيد طبيعية يعني حاجة من عند ربنا، دي حاجة كده ربنا بيديها لك هبة من الله مالكش دخل فيها. يعني عندك ثروات طبيعية زي المصادر الطاقة والثروات المعدنية، تربة خصبة، موارد مياه، كل دي حاجات مش احنا اللي بنجيبها، دي حاجة بتاعت ربنا. يبقى معنى كده يا ولادي ان هي ايه؟ ها؟ يبقى دي مقومة او موارد طبيعية. هل يمكن ان انا ممكن اقوم بعملية تنمية بدون وجود مورد طبيعي؟ طب ما انا هعمل تنمية على ايه؟ ما انا لازم يكون عندي تربة خصبة عشان اقدر اقوم بالزراعة، لازم يكون عندي موارد مائية، لازم يكون عندي ثروات معدنية عشان اقدر اقوم بعمليات الصناعية المختلفة. قال لا، يبقى ما ينفعش اقول دولة ممكن انها تعمل عملية تنمية من غير موجود يكون موجود عندها موارد طبيعية ولو حتى بنسبة معينة. تمام؟ طب لما اجي اقول بقى، طبعا كل قاعدة شواذ احنا طبعا هنقول في حد يقول لي طب ما اليابان يا مس ما عندهاش موارد طبيعية، بس هي قدرت تستغل ايه؟ حاجات تانية كتيرة موجودة عندها، وقدرت تستغل العنصر البشري، وركزت على البحث العلمي، وقدرت انها تستورد المواد الخام من بره وتقدر تحقق ما ايه؟ تقدم. ما هو برضو ايه؟ كل دولة بتحاول ان هي تعالج نقاط الضعف اللي عندها وتتغلب عليها. تمام يا ولاد؟ طب لما نشوف المقاوم الثاني اللي المفروض يتوفر في اي دوله عشان عاوزه تعمل تنميه اقتصاديه، اكيد بقى ها العنصر البشري. ما مش هتقول لي التنميه الاقتصاديه دي اما امسك تربه مثلا هي من نفسها كده هتطلع لي زرع، لا طبعا، العنصر البشري هو اللي هيشتغل في الليله دي، يبقى هو العامل المحفز لعمليه التنميه، يبقى هو اساس عمليه التنميه هو العنصر البشري. وعشان كده دول كتير ادركت اهميه القوى البشريه وبدات تشتغل على العنصر ده، بدأت تعمل عمليات ايه؟ ها؟ زيادة خبرة، تعليم، بحث علمي، بتحاول تثقل العنصر البشري ده عشان يقدر ان هو يحقق لها التنمية اللي هي بتحلم بيها. حلو قوي. يبقى انا عندي دلوقتي يا حبايبي ان عندنا مقوم طبيعي اللي هي الموارد الطبيعية، لو توفرت دي حاجة ممتازة جدا بتساعد على قيام عمليات التنمية المختلفة. طب لو عندي العنصر البشري، ما انا ممكن اكون عندي المورد الطبيعي بس ما عنديش العنصر البشري اللي يقدر يستغل المورد ده احسن استغلال، يبقى في الحاله دي هتتوقف عمليه التنميه. يبقى لازم يكون عندي ايه؟ مقوم طبيعي ومقوم بشري، او قوة بشريه وموارد طبيعيه. وعشان كده يجي يسالك يقول لك فسر ها العوامل البشريه او القوة البشريه تعتبر اساس عمليه التنميه، لأنها تعتبر العامل المحفز والمنفذ لعمليات التنمية يا أولاد، هي عنصر مهم جدا من عناصر التنمية. طب فيها حاجة تالتة يا مس، أنت قلتي من مقومات التنمية عشان أقدر أعمل تنمية لازم يبقى عندي 3 مقومات، التالت إيه؟ تتخيلوا أنتوا كده مع بعض كده نفكر مع بعض، ها؟ أكيد الرأس المال يا أولاد. هل العنصر البشري ده هيحتاج إن أنا أزوده في الخبرة الفنية أو أزوده في التثقيف العلمي أو غيره غيره؟ ده من إيه؟ بفلوس. طب لما يشتغل مش محتاج أجر، محتاج إيه؟ رأس مال. طب أنا التربة دي مش هتحتاج أيدي عاملة، هتحتاج شغلة، هتحتاج تجهيزات، برضه محتاجة رأس مال. يبقى معنى كده إن ما أقدرش برضه أقوم بعمليات تنمية من غير وجود الرأس مال. يبقى أنا عندي كده كام مقوم من المقومات اللي هي المفروض الأساسية عشان أقدر أقوم بعملية التنمية. يعني اي دولة من دول العالم حابه تعمل تنمية اقتصادية مهم جدا 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 يكون متوفر عندها مقوم اللي هو الموارد الطبيعية والقوى البشرية وكمان الايه رأس المال. جميل قوي. يبقى انا كده عرفت خصائص التنمية وعرفت كمان ايه المقومات اللي هتخليني اقدر اقوم بعملية التنمية وانا ايه مطمن.
وكمان عرفت الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. جميل، احنا غطينا الجزئية دي بما ايه تستحق. ده نشوف بقى جزء تاني كده ونتكلم عنه، حاجة برضو من بيقولك حدد معوقات التي تقف أمام التنمية الاقتصادية. الله يا ميس، انت كنت لسه بتفرحينا ان في مقومات، دلوقتي بقى في معوقات. كل شيء يا ولاد لازم يبقى فيه حاجة إيجابية وحاجة سلبية، أو حاجة بتساعده على ان هو يستمر وحاجة تانية تعوقه. بس شطارة أي دولة بقى ان هي تحاول تتغلب على المعوقات. أنا لسه قايلة من شوية إن اليابان برغم من إنها تعتبر من الدول الجبلية التي تعاني من قلة في الموارد المادة الخام، إلا إنها قدرت تتغلب على العنصر ده وتستخدم العنصر البشري في إن هي تقدر إنها تستورد المواد الخام من الخارج، وتقدر إن هي تتغلب على ده وتعمل عمليات تنمية وتبقى من أكبر الدول. دلوقتي إحنا عارفين مستوى الاقتصادي اللي موجود فيه اليابان في حاليا. طب يا مس، ممكن نعرف مع بعض كده إيه هي معوقات عملية التنمية الاقتصادية؟ ايه الحاجة اللي ممكن تقف قدامي وما تخلينيش كدولة اقدر اقوم بعملية التنمية الاقتصادية؟ نشوف مع بعض كده. بص بيقولك ايه، ها، معوقات اقتصادية. ما انا لسه قايلة من شوية صغيرة قلنا احنا لو ما عندناش موارد هتبقى مشكلة كبيرة جدا. طيب يبقى انا عندي معوقات اقتصاديه، يعني ايه؟ يعني عندي مجموعه من الحاجات لو مش موجوده عندي في الدوله بتعوقني في عمليه التنميه او توقفني في عمليه التنميه. طب ايه هي يا ترى المعوقات دي؟ انا عندي اول حاجه ايه، ها، المعوقات الاقتصاديه. طيب ايه الحاجات الاقتصاديه اللي ممكن تبقى عائق امامي عشان ما اقدرش اكمل عمليه التنميه؟ عندي اول حاجه ايه، ها، الموارد الطبيعيه. طب لو انا مش متوفر عندي موارد طبيعيه هتبقى عائق من قدام اي دوله انها تقوم بعمليات تنميه. طيب ايه كمان؟ بنيه تحتيه، ودي مهمه جدا جدا. يعني ايه يا مس كلمه بنيه تحتيه؟ كلمه صعبه ومش قادرين نفهم يعني ايه المقصود بيها. كلمه بنيه تحتيه يعني ايه؟ يعني انا بعمل شبكه طرق ومواصلات، بعمل شبكات اتصالات في جميع انحاء الدوله. يعني بمهد الدولة دي بجميع الخدمات والمرافق اللي تساعد على عملية التنمية. طب ازاي يا مس؟ ايه علاقة الطرق والمواصلات ووسائل الاتصالات المختلفة انها تساعد في عملية التنمية؟ تعالى كده انت خليك مكان اي مستثمر جاي يستثمر عندك في بلدك وملقاش وسيلة مواصلات سهلة وسريعة توصله من مثلا المصنع بتاعه، او توصل او تنقل البضائع بتاعته من مصنعه ليه بقيه اجزاء دوله او مناطق التسويق. طب او لقى مفيش وسيله اتصال مناسبه. طب هل هيساعد ده ان هو يستمر عندك في الدوله ويقدر يقوم بعمليه تنميه او يكمل الاستثمار في الدوله؟ لا طبعا، ده هيكون عائق في انه ممكن يكون سبب في انه يهجر المكان او ان هو يسيب الدوله دي ويدور على دوله تانية ممكن انها تساعد، حتى لو هو المستثمر برضو داخلي. خلاص، يبقى حتى لو المستثمر المحلي برضه المعوقات دي بتقف قدام البنيه التحتيه، وعامل مهم جدا لقيام اي استثمار او انها تقوم بعمليات تنميه في اي دوله. طب ايه علاقه الاستثمار ما احنا قلنا بقى كلمه استثمار دي يعني ايه؟ يعني بقوم بمشروعات مختلفه، يعني هيبقى فيه انتاج، يعني هيبقى فيه عمله صعبه، هيبقى فيه راس مال، هيبقى فيه فلوس دخل قومي، وبالتالي هيبقى عندي الناتج المحلي بتاعي يزيد. يبقى معنى كده ان انا يبقى عندي امكانيه ان انا اعمل مشاريع مختلفه واعمل عمليات تنميه اقتصاديه مختلفه. يبقى اول معوق امامي اللي هي المعوقات الاقتصاديه. طيب قلنا هي عباره عن ايه؟ ها، لو انا عندي مشكله في البنيه التحتيه ده تعوقني، لو عندي مشكله او نقص في الموارد الطبيعيه برضو تعوقني، على فكره ولو نقص في الموارد الماليه برضو عائق. ما انا ممكن يكون عندي المورد بس يعني ما عنديش الامكانيات الماديه ان اقدر استغله، محتاج فلوس كتيره جدا، محتاج تكنولوجيا حديثه، محتاجه راس مال كبير، انا مش قادر اعمل ده، فهتكون عائق قدامي برضو. يبقى انا عندي ثلاث حاجات بتعوقني كمعوق اقتصادي امام التنميه الاقتصاديه. طب هل هي معوقات اقتصاديه بس؟ يعني لما يجي يسالني عن المعوقات، هل هي معوقات اقتصاديه ولا انا عندي معوقات ممكن تانيه تبقى قدامي او تقف قدام اي دوله بتحب انها تعمل تنميه؟ نشوف كده ايه كمان؟ ها، بيقول لك ايه؟ معوقات اجتماعيه. يبقى انا عندي معوق اقتصادي ومعوقات اجتماعيه. معنى كلمه معوقات
اجتماعيه. يعني ايه؟ يعني المجتمع ده لو فيه، انا مثال كده، لو عندي الريف من المناطق اللي هي اكثر المناطق طارده للسكان، وبيتجهوا فين؟ لمناطق المدن زي القاهره والجيزه والاسكندريه. طيب الريف لما يكون هو من المناطق الطارده للسكان، يبقى معنى كده ان عنده ايه؟ ها، نقص في حاجات كتيره جدا، نقص في الخدمات، نقص في وسائل التعليميه المختلفه، المدارس، المستشفيات وغيره، حتى فرص العمل، المؤسسات طبعا اللي متركزه في المناطق اللي هي العاصمه وغيره. كل ده بيبقى من العوامل اللي بتخلي السكان في الريف بيقوموا ايه؟ بالهجره منه الى المدن، وده طبعا بيعمل ضغط على المدن وبيؤدي لارتفاع في الكثافه السكانيه. طب انا اعمل ايه عشان احل المشكله دي؟ احاول ان انا اعمل او اوفر مقومات تساعد على عدم هجره السكان من الريف الى المدن. يعني اعمل تطوير للريف، اطور المناطق الريفيه بحيث ان انا ما يبقاش عندي بعد كده ينتج عن المناطق الريفيه دي او من الهجره اللي بتيجي من المناطق الريفيه عشوائيات تضر بعد كده او تحكني امام عمليات الايه؟ التنميه الاقتصاديه. طيب هل في عندي كمان معوقات تانيه؟ يا مس، في معوقات سياسية. ايه ده؟ سياسية؟ يعني ايه بقى سياسية دي؟ يعني لو عندي اضطراب في الامن، لو عندي مشكلة في الامن في اي دولة، هل ينفع ان انا اقوم بعملية تنمية؟ طب ناخد مثال كده، نفتكر مع بعض ثورة 25 يناير والاضطرابات الامنية الفظيعة اللي كانت موجودة في الفترة دي. هل ده كان مناخ مناسب ان يساعد على قيام الدولة باي عمليات تنمية؟ لا طبعا، وكانت سبب في توقف عمليات التنمية في الفترة دي. يبقى انا عندي دلوقتي مشكله كبيره جدا لو ما عنديش استقرار سياسي وما عنديش امن وعندي مشاكل سياسيه، ده هيبقى عائق امام التنميه. ما انا لازم يبقى عندي مؤسساتي السياسيه موجوده في الدوله، صح؟ لازم يبقى عندي مجلس وزراء، ما عندي مجلس الشعب، عندي المؤسسات، الدستور، القضاء، كل ده يبقى متوفر عندي والدوله مستقره سياسيا وكمان الامن مستقر. يبقى في الحاله دي انا اقدر افكر في عمليه تنميه. حتى انت لو في البيت، لو انت نفسيا مضطرب مش قادر تشتغل، مش قادر تقوم باي وظيفه من الوظائف اللي المفروضه عليك، صح ولا لا؟ طيب لما نيجي نبص كده يا ولاد على معوق تاني، اللي هي معوقات اداريه. انا عندي معوقات اداريه. يعني ايه كلمه اداريه؟ كلمه اداريه يا ولاد يعني معناها ايه؟ ها، معنى كلمة إدارية يعني الوظائف الإدارية المختلفة. يعني يجي المستثمر يقول لك والله ده أنا عندي إيه؟ عندي مشروع وعاوز أعمله. طب تروح قايل له طبعا نظام الروتين العقيم اللي موجود في بعض المصالح الحكومية ده بيعمل إيه؟ بيساعد على إن الراجل المستثمر ده يخرج من البلد، مش عاوز يكمل، لأنه بيلاقي تعقيدات شديدة جدا. يبقى ضعف الجهاز الإداري ده من عوام أو من معوقات عملية التنمية. طب نشوف حاجة مهمة جدا جدا، نبص مع بعض على الصورة دي، دي مهمة جدا جدا. انت يا ميس قلت لنا في معوقات كتيرة وفي مقومات بتساعد على قيام التنمية. طب لازم نبقى في حل، ما انا مش هقعد اتفرج على الدولة وهي ايه بتتأخر اقتصاديا. طب الحل ايه يا ميس؟ لو انا عندي المعوقات اللي حضرتك ذكرتيها دي كلها، لو بصينا على الصورة دي، ده معناها ايه؟ الصورة دي بتوحي بان انا عندي مشروعات بتقوم بيها الدولة. يعني ايه؟ يعني ان انا بقوم بحاول ان انا اعمل مجموعه من الاستراتيجيات اللي بتساعد على ان انا اعمل خطط وطرق ووسائل هامه تقوم بيها الدوله عشان تحل مشاكلها وتساعد على قيام عمليه التنميه. ما انا ينفعش اقوم بعمليه التنميه الا لما يكون عندي مجموعه من الخطط المحدده واللي بيكون ليها اهداف محدده عشان اقدر ان انا اقوم بعمليه التنميه الاقتصاديه. يبقى تمام. يبقى احنا معنى كلمة المقصود بالاستراتيجية يعني هي الخطط والوسائل التي تتبعها اي دولة للوصول الى التنمية. ولما الدولة دي تقوم بالخطط دي صح وتقوم بخطط دقيقة وعلى بناء على معلومات صحيحة، ده بيساعد على قيام المشروعات المختلفة زي ما احنا شايفين كده في مصر. والمشروعات المختلفة اللي احنا بنقوم بيها دي ناتج من نواتج التنمية الاقتصادية. بكده يا ولاد حاولنا ان احنا نراجع جزء من او يعتبر جزء كبير من الدرس الاول، ولمينا بعض النقاط الهامه اللي موجوده في الدرس. واتمنى ان شاء الله اكون افدتكم في الجزئيه دي، وان شاء الله نلتقي في حلقات قادمه باذن الله في مراجعه الصف الثاني الثانوي في برنامجكم مدرسه على الهواء.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.